ذكر أهل اللغة أن يأجوج ومأجوج إن كانا عربيين، يعني إن كانا لفظين عربيين فإنهما من أجة النار، أي إذا التهبت، وهذا معنى موجود في يأجوج ومأجوج، أو من الأجاج وهو الماء المالح شديد الملوحة، لأنه يحرق صاحبه إذا شربه، ولا شك أن هؤلاء يحرقون الناس إذا خرجوا إليهم، أو من الأج وهو سرعة العدو، وهذا أيضا معنى موجود في يأجوج ومأجوج لأنهم أشداء سريع العدو، وإما أن يكون مما جاء يعني إذا اضطرب ودخل بعضهم في بعض، وهذا يدل عليه قوله تعالى على أحد وجوه التفسير: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً.